السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم. انا غادي درت لكم وجبه صيفيه خفيفه بنينه بزاف، يحبوها اولادنا، يعني بالخضر صحيه. يعني هاي الوصفه تاعنا بالخضر بيشاميل، فريمون تجي روعه بلي توست. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم. ودروك حبيباتي نخليكم على فيديو كيف تحضير هذه الوجبه، ونقول لكم فرجه ممتعه. الي لايك. السلام عليكم. الوغ نبداو نديروا الوجبه تاعنا. هنايا عندي كوكتشو مقله، غندير فيها شويه تاع زيت الزيتون. تجيو تعوضوا بالزيت الاخوات اللي ما يبغوش زيت الزيتون، راني خليه يحمى شويه. يعني هاد الاكله خفيفه بالخضر، يعني صيفيه انها تعجبكم. هنايا عندي حبه بصل قطعتها قطع يعني نورمال صغار، خليها تقلى شويه. هنايا ندير معاها شويه ملح باش بالخف تتبال، تقلى بالخف تديروا الملح فوالا كيما هكا غير شويه، من بعد نزيدها. بعد البصل تاعي ما تقلى شويه، يعني غير شويه ماشي بزاف. هنايا عندي جزر، زوج حبات تاع جزر ربيتهم. هنا عندي الكابويا، لي كورجيت ولا القرعه، الكوسه، زوج حبات تاع كوسه ربيتهم تانيك. غنديرهم هنايا ونخليهم يتقلاو، ندير معاهم شويه ملح. شويه ملح كيما هاك وخليهم يتقلوا، من بعد ندير التوابل. وانا عندي الاوبرجين، يعني الدنجال، باذنجان ديت نص حبه وربيتها كما راكم تشوفوا باذنجان. يعني هذا الطبق غير بالخضر صحي، يعني رانا في الموسم تاع الخضر، يعني نستغلوا الفرصه ونديروا لاولادنا خضر هكا مرابيه ما تبانش وصحيه. الوغ نغطي، يعني نغطي ونخليه يطيب. ودوك حبيتي ندير التوابل، يعني بعد ما هودت شويه الخضره ندير التوابل. هنا عندي فلفل اسود، يعني قد نصف ملعقه تاع قهوه فلفل اسود. عندي هنايا شويه تاع كركم، فوالا عندي شويه كركم، ندير شويه كمون. هذا مكان ونخليهم يتقلوا، نزيد الملح شويه باسكو دوقتها خاصها الملح تاعي. فوالا نتوما ذوقوا، خاصكم الملح زيدوا. نحرك ونخليه نبلع عليه، ونخلي الخضره تاعي تهود كيما هكا، نخليها تهود. مرحبا بك، الخضره تاعي راهي نزلت، يعني صايي غادي نحبسها ونكملوا الوصفه تاعنا ان شاء الله. وانا حباباتي كما تشوفوا غندير بيشاميل. الوغ هنايا يعني غندير بيشاميل بدون زبده، يعني ما نديرش فيها الطبق، باغي ندير فيه الزيت، يعني حاجه مزيته. هنا ديت نص يطرو، يعني 500 مليليتر تاع حليب، نص يطرو تاع حليب. درت معاه 3 مغارف تاع مايزينا، ماشي فارينا، درت مايزينا وخلطتهم. درت مرق الدجاج، غادي ندير شويه فلفل اسود، غادي نخلط ونخلي هاد البيشاميل يعني سريعه تعقد لي. نعاود لكم، نص يطر تاع حليب، 3 ملاعق مايزينا اللي هو النشا، وغادي نخلط. درت مرق الدجاج وفلفل اسود، غادي نخلط ونخليه تعقد لي. مرحبا بك، هي البيشاميل تاعنا راهي عقدت لي. يعني تجيو تعاودوا الاخر اللي يبغوش مرق الدجاج، يعني نجيبو نديرو ملح، يعني عادي. عندت مرق الدجاج يعطي مذاق شباب في البيشاميل. ودرت مغارف تاع النشا اللي هو مايزينا، مغارف تاع ماكله يعني ناكد عليها. الوغ نخلطها كيما هاك، هاي بنا يعني بالنشا البيشاميل تجينا شابه. صايي غادي نحبسها ونكملوا الوصفه تاعنا ان شاء الله. مرحبا بك، نبداو نديروا الوصفه تاعنا، يعني نكملوا الوصفه تاعنا. هنايا ديت يعني امو تاع الفرن كاري كيما هاك، ندير شويه زيت الزيتون، ندهنها بشويه تاع زيت الزيتون ولا الزيت، ندهنها كيما هاك. غادي نديروه باللي توست، يعني هاد الوصفه يعني القاعده من التحت غتكون لي توست. فوالا كيما هاكا نجيب لي توست. كاش غادي يكون فيديو يعني على لي توست. فوالا نستفهم هنايا، يعني هاد لي توست هادو نديت هاد الصغار، كاين كبار كاين صغار، انا ديت من الصغار. تبغوا دو كبار دو كبار، فوالا نديرهم هنايا نستفهم كاع حنايا. وهنا تاني غادي ندير واحد تاني ستفتهم كما كنتو تشوفوا هنا، يعني قطعت يعني عبروا شوفوا هاد الصغيره قطعت بالخدمي. ودوك شغل نديرو هنايا، عندي غادي ندير عليها شويه تاع زيت الزيتون، ندهن شويه، يعني هاد المرحله اختياريه ما ديروهاش. غادي ندهن شويه زيت الزيتون كيما هاك تاع في توست، غادي ندهنتهم. وهنايا غادي ندير الجبن، فوالا ندير كل وحده ندير فيها وحده تاع الجبن هذا كاري ولا الجبن
يعني المبشور. يعني درت الجبن تاعي، يعني تجيو تستغنوا على هذه المرحلة، ما ديروش الجبن يعني غير بيشاميل، عفوا ندير بيشاميل الأولى، ندير بيشاميل، يعني ما ديروش الجبن، أنا ولادي يبغوا الجبن كيما هاك، ألوغ نتوما إلا كان ما عندكمش مش متوفر يعني ما تجيو ما تستغنوا عليه، يعني غير بيشاميل بزاف، وهنا عندي غير شوية بيشاميل، فوالا كيما هاكا، نديرها ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم، أنا ندير بيشاميل ودروك ندير الخضرة. اللي قليناها بسم الله نديرها هنايا نحلها نفرخها كاع ونحلها هنا ندير الخضره كما راكم تشوفوا وهنايا ندير البيشاميل نفرخ فوقها البيشاميل اللي قاتلنا هاي بينا نفرخها هنايا فوق الخضره هذه واحد بيتين ديت البيشاميل يعني شوفوا هاي بينا الوغ لكن عندكم الجبن المبشور لكن عندكم يعني اختيار تجيبوا ديروا فوقها جبن مبشور ودخلوا الفرن ولكن ما عندكم شو يعني تكتفوه بالبيشاميل يعني هي بروحها فيها بنت الجبنه الوغ راني محميه الفرن تاعي على 180 درجه 200 غادي ندخلهم يعني كلشي راه طايب غير كلي طوست يتقوشوا يتقمشوا يحمروا من التحت تلف الهضره يعني غير شويه يحمروا من التحت ونخرجوهم حد 10 دقائق 15 دقيقه نطيبهم ونرجع لكم ان شاء الله مرحبا بيتي هو الكغاطا تاعنا يعني خليتها 15 دقيقة 10 دقائق 15 دقيقة كل أخت الفرن تاعها يعني فريمون يجي بنين بزاف وسريع التحضير غادي نقطع لكم مغصو باش تشوفوا من الداخل كي جانا غير بشوية راه عندي حامي ثم خلوه يبرد نجيب طبسي ها وينها بسم الله فوالا ها هو الطبق تاعنا مرحبا بيتي ها هو الطبق تاعنا فريمون يجي بنين بزاف وسهل سريع التحضير في الخضره ها هو يعني شوفوا الطبق تاعنا ها هو التوست تحمروا من التحت كما راكم تشوفوا راه يجي بنين هذه هي حبيباتي ما نطول عليكم نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم وبقى لكم تهلاو في رواحكم تلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى والسلام.